مساء الخير مشاهدينا مشاهدين تان تي في. لقائنا اليومي بيتجدد واستوديو الاخبار. النهارده معانا عدد من الاخبار المحليه والدوليه هنناقشها مع حضراتكم. هيكون معانا ايضا عدد من التليفونات لمناقشه هذه الاخبار. لقاء الأشقاء، احنا النهارده عارفين وامبارح كنا منوهين بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية هتستغرق يومين، وده لإجراء مباحثات مع قيادتها تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وطبعا مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات بتأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات، بما أيضا يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وده بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي. طيب احنا معانا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. دكتور عبد المنعم، يعني السؤال الرئيسي، ما هي اهم الملفات اللي هيناقشها او هتناقشها القيادات في دولة الامارات وفي جمهورية مصر العربية، اولوياتهم في الملفات الاقليمية والعالمية؟ يعني احنا عندنا طبعا دايما في ملف العلاقات الثنائية، وده مهم بالنسبة لمصر، لانه الامارات من الدول اللي يعني بادرت بعد 30 يونيو انها تكون الى جانب مصر، ومن ثم هناك علاقات ذات طبيعة اقتصادية ومالية متشعبة مع دولة الامارات، وبيبقى ده ملف دائم المراجعة بين قيادات البلدين. لكن هناك دائما ايضا مجموعه من الملفات اللي بقت متشابكه في المنطقه، بالذات فيما يتعلق بملفين اساسيين اللي هو متعلق باليمن، ومتعلق ايضا بالملف السوري العراقي. الاثنين دول متشابكين مع بعض، ونقدر نضيف لهم ملف ثالث اصبح الان ملاح اللي هو الملف الليبي. نعم. لانه كما نعرف ان مصر جمعت القوى المختلفه الليبيه في مصر من اجل التوصل الى اتفاق. هما كان عندهم اجتماع ايضا في الامارات، طبعا ده كان كلامهم وحديثهم بان دي جهود مصريه لاجتماعهم في دوله الامارات ليتناقشوا ويواصلوا التناقش فيما توصلوا اليه في مصر. بالضبط. ففي عملية اكتمال للجهد المصري اللي بدأ منذ فترة، والآن الإمارات بتساند مصر في هذه الجهود، والطرفين مع بعض لابد ان هم ما بتبقاش المسألة مجرد جمع الفريقين الليبيين او كده، وانما بيبقى في نظرة استراتيجية على شؤون المنطقة ككل. في الملف الثالث اللي انا في رايي يعني غير الوضع الاوضاع الاقليميه اللي هو ملف الارهاب. معروف انه يعني ليس من السهل حكايه التطابق في الدول بينهم وبعض في وجهات النظر ازاء قضيه، لكن في هذه القضيه تحديدا هناك تطابق كبير بين وجهات النظر المصريه والاماراتيه. ومن ثم فانه لما يبقى في تطابق في وجهات النظر بيبتدي في الجانب العملياتي لهذا التطابق، ازاي يتم محاربه الارهاب، لانه ليس فقط على مستوى ما يحدث لدينا في مصر او في سيناء، وانما على مستوى المنطقه. اذا دكتور عبد المنعم، ننتظر يعني تعاون مصري اماراتي في ملف مكافحه الارهاب. اعتقد انه ده من الملفات ايضا شبه ثابته في العلاقات المصريه الإماراتية، زي العلاقات الثنائية، زي الأوضاع الإقليمية. الثلاثة دول هم يشكلوا جدول أعمال زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات. طب توقعات حضرتك فيما يخص الملف السوري، وحضرتك ربطته أيضا بالملف العراقي؟
موضوع الملف السوري ولا العراقي، لانه الجوهر بتاعه او النقطه اللي هي يدور حواليها الكلام هو ما يتعلق بما سمي بدوله الخلافه. داعش الان تتقلص بعد ان كانت تتمدد، الموصل شبه سقطت، هناك حصار للرقه، وبالتالي نحن يعني على مدى فتره قصيرة من سقوط هذه الأكذوبة الكبرى التي سميت دولة الخلافة الإسلامية. ده سوف يترتب عليه نتائج، نوع من الشراسة الإرهابية على مستوى المنطقة، لكن أيضا حيترتب عليه نتيجة تتعلق بكيف سوف تكون سوريا خلال المرحلة المقبلة. أرى تجمعا ابتدى يجري الآن ما بين روسيا وسوريا بشار الأسد وإيران وتركيا للتعامل مع هذا الموقف. أعتقد أن التشاور المصري الإماراتي في هذا الشأن، وبعد ذلك أيضا مع المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج والأردن، كل هذه الدول ضالعة في إزاي أن هناك يعني تكوين وجهات نظر عربية تنظر إلى المصالح الدائمة للشعوب. يعني ممكن يا دكتور العربية نوصل لوجهة نظر عربية متحدة وفيها توافق كبير، لذلك يكون اللقاء، يعني بمعنى أن اللقاء علشان تحقيق هذا التوافق في وجهات النظر فيما يتعلق بهذه القضايا. كلها مشكورك شكر جزيل دكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي. من الدعم المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين، بدأ اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية، والتي تستمر لمدة يومين لإجراء مباحثات حول تطورات القضايا الإقليمية وبحث سبل حماية الأمن القومي العربي. تأتي تلك الزيارة لتعد الرابعة للرئيس السيسي منذ توليه الحكم في 8 يونيو عام 2014، وجاءت رحلته الأولى للإمارات في 16 يناير عام 2015 بناء على دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي للمشاركة في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل. أما الثانية فكانت في 27 أكتوبر عام 2015 ضمن جولة لثلاث دول هي الإمارات والبحرين والهند. وفي 1 ديسمبر 2016 شارك الرئيس السيسي ضمن زيارته الثالثة في احتفالات اليوم الوطني للإمارات. وتمثل زيارة الرئيس السيسي للإمارات أهمية قصوى في ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي من تداعيات، سواء لحل الأزمات المتلاحقة في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من دول المنطقة.
كانت لمحة يعني عن العلاقات المصرية الإماراتية. لو قعدنا نتكلم من هنا للسنة الجاية على هذه العلاقات، مدى ترابطها، مدى التقارب المصري الإماراتي، مدى التعاون المصري الإماراتي، الدور الإماراتي في المنطقة واللي بياتي متجانسا ومتكاتفا أيضا مع الدور المصري في المنطقة، وقفت الإمارات مع مصر في السنوات الماضية وأيضا في الحاضر، وأيضا الملف المتعلق بالتعاون المشترك في المستقبل، يعني أظن علاقات قوية جدا عميقة جدا ما نقدرش نوفيها حقها بالكلام. خلينا نروح لملف تاني وهو ملف التعليم. رجعنا تاني للأسف الشديد للتسريبات. وزارة التربية والتعليم أعلنت صحة ورقة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، واللي تم تداولها بعد بدء لجنة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أيضا موجودة على صفحات الغش الإلكتروني اللي هي شاومينج بيغشش طلاب الثانوية. أكدت الوزارة بأن الورقة خرجت بالفعل من إحدى المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية. صفحة شاومينج بيغشش الثانوية عامة وجهت رسالة إلى وزارة التربية والتعليم بعد خروج ورقة امتحان العربي، وقالت الامتحانات اللي بتنزل دي قرصة ودن ليكم. وردا على هذا الكلام قال دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هامش اجتماع الحكومة النهاردة، شاومينج ده ولا في دماغي، وخلينا نقول بأنه الدراسة اللي بتعمل عليها الوزارة لتطوير الثانوية قال كمان أنها تقضي على ظاهرة تسريب الامتحانات نهائيا. من ناحية تانية المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بفتح تحقيق في واقعة النهاردة. خلينا أيضا نقول بأنه كمان كان في واقعة غش تانية أولى إعدادي في مدرسة في الفيوم أيضا سربوا امتحان الجبر. خلينا ناخد عبر الهاتف المستشار احمد رزق عضو مركز معلومات النيابه الاداريه. اهلا بيك سياده المستشار. اهلا وسهلا بيك. يعني دلوقتي عندنا تسريب اولى ثانوي في الجيزه وتسريب ايضا اولى اعدادي في الفيوم، هل تمكنا من احنا او تمكنتم من معرفه من الذي سرب الورقه؟ هل في ملاحقه ليهم؟ يعني ادينا تفاصيل اكتر سياده المستشار. حضرتك عارفه طبعا بمناسبه اقتراب موسم الامتحانات تحديدا ان عالج العيب اللي احنا بنتعرض ليه كل موسم هو فكره تسريب الامتحانات. وبناء عليه وبناء على تعليمات المستشار عائلة رئيس النيابه الاداريه ومن تبع الجرايد والمواقع الالكترونيه رصدنا النهارده اقوال بيتم تبادلها على صفحات مختلفه من الفيسبوك او على المواقع الاداريه بشان تسريب مجموعه من الامتحانات في اكثر من محافظه من المواد الترم الثاني فيما يتعلق بالصف الاول الثانوي والاول الاعدادي والثاني الاعدادي. تم بناء على تعليمات معالي المستشار فتح الحياه عاجله اليوم لتحديد المسؤوليات التقديميه فيما يتعلق بتقصير العاملين بوزاره التربيه والتعليم او في الادارات التعليميه المعنيه في تامين الامتحانات. طب سيادة المستشار انتوا اكتشفتوا امتى ان الامتحان اتسرب؟ يعني بعد ما ابتدى الامتحان، قبل ما يبتدي الامتحان، في اي وقت بالظبط؟ لا يا فندم خلينا نكون دقيقين في الوصف. احنا ما اكتشفناش ان الامتحان تم تسريبه، احنا بنحقق فيما تم تداوله من اخبار تجاره السعر. قد تكشف يعني عن تسريب فعلا من الامتحانات، وقد تكشف عن عدم صحه الاخبار وان الاخبار مغلوطه وان مفيش تسريب. هما بيقولوا بس يا فندم وزاره التربيه والتعليم اكدت بان ده امتحان اللغه العربيه اللي تم تسريبه حقيقي، والبعض بيقول بانه الامتحان اتسرب من امبارح بالليل او الفجر. ما هو فندم خلي بال حضرتك احنا بنتكلم عن ثلاث امتحانات الواقع بالظبط. العربي والجبر صح؟ وفقا للاخبار اللي تم تداولها ان الوزاره اعترفت بالفعل ان تم تسريب لكن احنا بنتكلم في اكثر من واقع. اخطاء الواقع الحقيقه في صحه الخبر من تم فعلا تسريب الامتحان، يتم تحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ اجراءات تهديديه مشدده بشانه لردع عن تكرار مثل هذا. هل في اي تحرك ضد هذه الصفحات اللي بتسرب؟ فيما يتعلق بالصفحات اللي بتسرب بيتم ابلاغ الجهات المعنيه بالجانب الامني، ثم بيتم ابلاغ النيابه العامه للتحريك الشق الدينيه في الواقع. نعم بشكرك شكر جزيلا المستشار احمد رزق، كنت معنا
عبر الهاتف. خلينا نروح لخبر تاني ونتحدث عن الخبر الخاص امبارح باجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، واللي ناقشت طلبين إحاطة للنائبين مصطفى بكري ومحمد زكريا محي الدين، وده بخصوص إهدار مال عام بالمليارات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. في نفس السياق، النائبة نشوى الديب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قالت بأنه هيتم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد دراسة لمشكلات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأنه اللجنة هتنظم زيارة ميدانية لماسبيرو، وده بالتنسيق مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمعاينة الأمر على أرض الواقع. احنا معانا عبر الهاتف النائبة نشوى الديب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار. أهلا بيكي. أسألك يا دكتورة، يعني تحرككم هتروحوا إمتى الماسبيرو، وحددتوا وقت لهذه الزيارة ولا لا؟ أولا مساء الخير عليكي وعلى السادة المشاهدين، وأتمنى تناديني أستاذة نشوى مش دكتورة نشوى. إيه رأيك في سيادة النائبة؟ أحلى. حلوة قوي. أيوة نائبة الشعب، اتفضلي. أشكرك جدا. احنا بالفعل بالامس ناقشنا الطلبين اللي حضرتك ذكرتيهم، واتخذ قرار بعمل لجنه للوقوف على الحال اللي في ماسبيرو ومعالجه هذا الوضع اللي من سنوات طويله واحنا بنتكلم عنه، واخيرا انفتح ملف ماسبيرو. وتقرر اني اكون رئيسة هذه اللجنة. بعض الزملاء اشتركوا معنا في اللجنة، الاستاذة ميرفت شبل، الاستاذ نادر مصطفى، والاستاذ تامر عبد القادر، والاستاذ احمد همام، واظن ان في بعض الزملاء هينضموا الي في اللجنة. احنا ان شاء الله يوم الاحد باذن الرحمن هنستغل وجودنا في اجتماع اللجنه بعمل لقاء مع اعضاء اللجنه للوقوف على محاور اللي احنا هنناقشها في زيارتكم. يعني لما تروحوا زياره هتتفقوا على التفاصيل. في الحقيقه المساله مش بس في زياره لماسبيرو او حتى الاطلاع على ما ورد على لسان السيد حسين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام بان لديه رؤيه ودراسه كامله عن اوضاع ماسبيرو، وايضا لديه رؤيه لتطوير وتحديث ماسبيرو ومواجهة هذا الكم من المليارات، مليارات تصل إلى 26 مليار جنيه دول ديون ماسبيرو. نعم. طيب. منها 7 مليار تم أخذها و19 مليار دي فوائد. 7 مليار على لسان حسين، 7 مليار ده اصل الدين صح يا سياده النائب؟ اصل الدين مظبوط. وال19 دي فوائد. اصل الدين هذا يعني لم تتمتع به ماسبيرو باي منفعه الا في عمل مدينه الاعلام والنايل سيت، وبالتالي الموظفين في او القائمين على العمل او كل الجهات والقطاعات الموجوده في ماسبيرو لم تستفيد من هذا، ولكن هو في النهايه اصبح دين على ماسبيرو بشكل او باخر. ايضا احنا لدينا هيكون لقاءات مع الجهات المعنيه ايضا من وزاره الماليه ووزاره التخطيط، اللي بنأسف كل الاسف ان الوزيري هاتين الوزارتين لم يحضرا بالامس، ودي كان تاني مره ندعوهم. نعم. ولم يحضروا، ولهذا تم اتخاذ قرار بالامس بعمل جواب يطلع من عند السيد رئيس مجلس النواب شديد اللهجه. نعم. لاعتراض عما حدث. كنا منتظرين مين؟ وزاره التخطيط ووزاره الماليه. وزير نفسه، وزير الوزيرين نفسهم كان لازم وزيره يحضروا. التخطيط دكتور هلا السعيد ووزير الماليه. وزير الماليه كان لازم يحضروا، لان بايديهم ان هم يقرروا معانا. يعني احنا كان مثلا هنناقش مع وزير الماليه امكانيه اسقاط ال 19 مليار او جدوله تسديد الديون الرقم بالظبط، وجدوله
الدين الأصلي أو نشوف رؤيته إيه. ولكن من الواضح زي ما قالت زميلتنا في اللقاء بالأمس ميرفت، إن واضح إن الوزراء ما عندهمش شيء يقولوه، ولهذا هم ما حضروش. إحنا بنتمنى إن يكون عندهم شيء يقولوه في هذا الملف، لأن مسبيره ما هوش مجرد جهاز إعلاني طبعا، وإنما هو في اعتقاد أنا وإيماناتي أنا هو لسان الدولة وأمن الدولة، بأمن قومي لهذا الوطن. إذا كنا بنحارب الإرهاب بسلاح فإحنا محتاجين القنوات المحارب الفكر الظلامي، محتاجين أن لسان الدولة لا يقطع ولا يتم استثماره في جهات أخرى تعبث. طيب سيادة النائبة، طبعا العديد يعني من تحدثوا في هذا الملف كانوا بيقترحوا فكرة خصخصة ماسبير، وهل ده وارد بالنسبة لكم أصلا أن يتم مناقشته؟ بالمرة، وإحنا بنرفض هذا بالمرة، وهذا الحديث عن هذا عن خصخصة وغيره عبث وكلام فارغ. لا يمكن في قيمة مصر وقدرة مصر إنها تقطع لسانها بنفسها، لأن هذا المكان زي ما قلت لحضرتك يمثل أمن قومي، ما هواش مجرد جهاز إعلامي، وإنما هو لسان حال الدولة. فكيف يمكن لدولة إنها تبيع لسانها وعقلها وتواصل وجهاز قنوات تواصل مع الجماهير؟ مهما صنعت من قنوات ومهما إذا كانت خاصة ولا تبع أجهزة، صدقيني لن تكون أبدا بمثابة الإعلام القنوات المصرية المسلوكة للدولة. لا يمكن ومستحيل. بشكرك. احنا اكيد هنتواصل مع حضرتك النائبة نشوى ديب وكيل لجنة الثقافة والإعلام، عندهم اجتماع يوم الحد القادم هيتفقوا فيه على أهم النقاط اللي بعد كده هيروحوا بيها في زيارة لماسبير ويلتقوا بيه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونشوف هيوصلوا فين في هذا الملف، وهنشوف أيضا منتظرين رد الوزراء بعد إرسالهم جواب شديد اللهجة ده وفقا لكلام النائبة نشوى ديب، أرسلوا رئيس مجلس النواب لهذه الوزارات عشان يحضروا ونشوف نقدر نعمل ايه ويقدروا يعملوا ايه مع بعض لحل أزمة ماسبير. خلينا نروح للبترول. المهندس طارق الملا وزير البترول أعلن النهاردة بأنه تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى حوالي 78 مليار جنيه في أول 9 شهور من السنة المالية 2016-2017، وده بفعل تحرير سعر الصرف. بلغ قيمة دعم الوقود في ال9 أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 41 مليار جنيه، يعني في زيادة حوالي 37 مليار جنيه أو ما يعادل زيادة 92.2%. وطبعا ده رقم كبير. وزير البترول أكد في تصريحات سابقة بأن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ال3 سنوات القادمة. خلينا نروح للدكتور المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أهلا بك يا باشمهندس. يعني أسأل حضرتك، هذا الرقم الضخم 92% أو أكثر من 92% زيادة، يعني ناويين نتعامل معاه إزاي؟ إيه سبل إن إحنا ممكن نتعامل مع هذا الرقم دون أن يؤثر هذا على الدعم؟ لأنه في الآخر هذه الزيادات اللي بنتحدث عنها موجودة في جميع السلع، فالمواطن بيعاني، ولحد ما نعمل شبكة ضمان اجتماعي جيدة تسند المواطن في هذه اللحظات الصعبة اقتصادياً، محتاجين إن إحنا نسيب الدعم شوية يا باشمهندس. هو بس حضرتك احب اوضح ان هنا تكلفه الدعم هنا تمثل بس 4 أشهر وكذا يوم من ال9 أشهر، لان قرار تعويم سعر الصرف تم في منتصف شهر 11. يعني الرقم ده اذا كنا هنحسبه على مدار السنه باجمالي تحرير سعر الصرف ممكن يزيد عن الاكثر من 100 مليار جنيه. يعني ده معناه انه مش 9 شهور، لا هم فيهم بس قرار التعويم فيهم 4 أشهر وحاجه بسيطه بس كده وكذا يوم، يعني في 4 شهور بقى عندنا زياده 92%.
بالظبط كده عن ما هو كان متوقع، لان كمان هم احنا كنا مثبتين تقريبا سعر اللي هو سعر الاسترشاد لسعر الخام والمنتجات البتروليه العالميه طبقا للاسعار العالميه. احنا تقريبا الاسعار ما زادتش كتير قوي، لان الحمد لله طبعا ربنا رايد لمصر الخير، فطبعا تراوح سعر خام برنت اللي هو سعر الاسترشادي منتجات البتروليه والزيت الخام هو تقريبا بيتراوح ما بين 45 الى 55 في المنتصف، اذا ده برضو شيء حميد يعني ما اثرش سلبا على تضخم كبير جدا في تكلفه الدعم. بس حضرتك بتقول لي كنتوا متوقعين يعني زياده اقل من 92%. احنا ده لو طبعا هنا في واضح ان مش بس قرار التعويم هو الاساس، لكن هنا واضح جدا ان في زياده في الاستهلاك، والامر يتطلب طبعا هنا العمل على وضع خطه قويه ومرشده لترشيد الاستهلاك المنتجات البتروليه. وهناك الكثير من الامور اللي ممكن نتخذها في من اجل ترشيد الاستهلاك، لان طبعا معدلات زياده زياده الاستهلاك للمنتجات البتروليه بتزداد بشكل متضخم جدا ومتزايد بشكل خطير جدا، بيهدد ميزانيه الدوله، بيهدد التكلفه، أعباء على الدولة بتزيد. عشان كده اللي احنا شايفينه حتى ان الحكومة بتطلب من صندوق النقد الدولي مؤخرا ان هي تأجل تطبيق الخطة الى اكثر من 3 سنوات، لان لا نستطيع الوصول لتكلفة الدعم، الغاء الدعم النهائي في لا باشمهندس ده كلام مهم قوي. يعني موضوع مهم قوي، يعني حضرتك بتقول لنا ان الحكومه دلوقتي بتحاول تتناقش مع صندوق النقد الدولي فيما يخص الاجراءات اللي كانت متعمل لها جدوله زمنيه بشكل معين بانها يعني تاجل فكره خفض الدعم عن المواد البتروليه. وبعضها عن بعضها مش لازم كلها. خصوصا لو نعرف مثلا ان تكلفه يعني سعر بيع اسطوانه البوتاجاز النهارده تصل الى 15 جنيه، ده السعر اللي هو بس يا ريت يا باشمهندس بتتباع ب 15 جنيه. انا بقول لك ده السعر الرسمي اللي بتحصله شركات البترول المسؤوله، اما هو تكلفته كام؟ فهو النهارده تعدى ال 100 اكثر من 130 جنيه. بالظبط. فازاي احنا في خلال 3 سنين او اقل من 3 سنين هنصل بسعر انبوبه البوتاجاز من 15 جنيه ل 130 جنيه، امر صعب جدا. عشان كده انا شايف ان الوحيد اللي ممكن يخرج من تطبيق الغاء الدعم على منظومه المنتجات البتروليه خلال الخطه اللي موضوعه مع صندوق النقد الدولي هو اسطوانه البوتاجاز، ده حتما يعني. طيب الامور يعني ده بند من البنود. ده بند من البنود، لكن الامور في الترشيد ممكن في ترشيد استهلاك المنتجات البتروليه في امور كثيره جدا، منها مثلا الالتزام بالسرعات على الطرق السريعه، لان معدل السرعات اللي بتزيد عن سرعه 90 على فكره بتؤدي الى زياده في الاستهلاك، زياده كبيره جدا، بالظبط، حرق ازيد، فبالتالي استهلاك اعلى. اعلى طبعا، فلازم الكل يعرف ان اللي بيمشي اكتر بسرعات اكتر من السرعات المقرره استهلاكه هو مش بيضر، يعني هو مش بيضر نفسه في استهلاك المنتج، لكن بيضر الدوله في تكلفه الدعم اللي هو بياخدها في شكل بنزين. يعني يا باشمهندس كده يعني الموضوع مش مقتصر بس على السعر او مقتصر على منظومه كامله داخله في الطرق وداخله في ثقافتنا، كيفيه استخدامنا لهذه المواد، ترشيدنا ليها. بالظبط، عشان كده احنا لازم يعني الكثير جدا لا يشعر. طب ليه يا باشمهندس ما فيش حملات توعويه موجوده وتتذاع على التلفزيونات كلها زي مثلا الحمله اللي كانت معموله للكهرباء؟ اظن انه وفقا لوزاره الكهرباء بيقولوا انها نجحت نسبيا، ليه ما فيش حمله مماثله يعني لوزاره البترول، الهيئه العامه للبترول؟ اللي انا شفته ان وزاره البترول عملت حملات برضه، لكن هي مؤداها في الصيانه والالتزام بصيانه السيارات اللي هي او المحركات بصفه عامه، ولكن هي الامر يتطلب هنا القواعد المروريه، لازم يكون في تشدد جدا في على الطرق، التزام بالسرعات. السرعات دي انا بقول انا عندي دراسات بتقول ان السرعه لو زادت عن 130 كيلو ممكن استهلاك البنزين بيزيد في السيارات دي الى اكثر من 60%. نعم. من المعدل الطبيعي بتاعها. اذا هنا لازم وخصوصا اللي بيتولى هذه السرعات العاليه جدا هي العربات الفخمه اللي هي. باشمهندس سؤالي الأخير لحضرتك بس عشان وقتنا، تفتكر الحكومة هتنجح في تأجيل شرط يعني تخفيض الدعم مع صندوق النقد الدولي ولا لا؟ أنا شايف بالنسبة للبوتاجاز لازم تنجح، يعني لازم تنجح، لازم إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكر جزيل باشمهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا.
خلينا نروح للجنة التشريعية بمجلس النواب. النهاردة وافقت على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل العقوبات واللي وردت في مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. هذه بتتضمن هذه التعديلات المادة 17 واللي وافقت عليها اللجنة على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد على 1,000,000 جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وده بالمخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون. وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة عقوبة السجن لمدة مدة لا تزيد عن 10 سنوات. والمادة أضافت كمان إذا ترتب على زراعة الأعضاء وفاة المتبرع تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد على 1,000,000 جنيه. معنا عبر الهاتف النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية. أهلا بيك سيادة النائب، لو توضح لنا تفاصيل هذه التعديلات، يعني هتعمل إيه فيها في مشروع القانون؟ هل هتخليه أفضل؟ هل في اقتراحات أخرى؟ اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هي فلسفة التعديل في هذا القانون هي تغليظ العقاب على من لا يلتزم بقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء. اللي هيخالف القواعد المنصوص عليها في القانون غلظت العقوبة زي ما حضرتك قالتيها من قبل، إلى أن تصل في بعض الأحوال إلى السجن المؤبد في حالة وفاة أحد الأعضاء. فاتجهت اللجنة التشريعية اليوم بإجماع أعضائها للموافقة على تغليظ العقاب أو تغليظ العقوبة لمن يقوم بنقل هذه الأعضاء، ولو كانت الأنسجة حية بتشدد العقوبة أكتر. يعني ايه الانسجه حيه؟ مش فاهمه سياده النائب. يعني في نقل اعضاء من متوفين وفي نقل اعضاء من احياء. احياء من احياء. فمن المتوفين عقوبته اقل من الحي. من المتوفين ده في حاله طبعا لما ينظم القانون المساله زي ما نظمها بتبرع المتوفين قبل ما يموت يكتب بالظبط. قبل ده هيطبق في مصر يا سياده النائب؟ بيهب هيطبق في مصر؟ هيطبق في مصر هذا الشرط اللي حضرتك ذكرته موجود في عدد من الدول حول العالم، هيطبق عندنا في مشروع القانون؟ هو حاليا من الجائز ان يهب الشخص الحي اعضائه طبقا للقانون. طبعا القانون هنا في مصر بنتكلم في القرابة للدرجة الرابعة، حتى في نقل وزراعة الكلى والكبد واللي منتشرة في مراكز متعددة على مستوى الجمهورية، أحد أهم القواعد إن يتم النقل من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وده شرط لازم. لازم. في حالة الإخلال بهذه الشروط اللي أهمها الشرط اللي أنا قلته لحضرتك عليه هتكون العقوبة المغلظة اللي أقرتها اللجنة التشريعية النهاردة واللي المفروض هتتعرض على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي. طيب أسأل حضرتك يا سيادة النائب، إمتى متوقعين أن تنتهوا من هذا المشروع، مشروع القانون؟ من الممكن الجلسة القادمة اللي ستتحدد باكر، يعني بكرة هيتحدد الجلسات الأسبوع القادم أو البعد القادم، أعتقد أن القانون ينزل في الجلسة العامة لإقراره. نعم. بشكل مبدئي قبل عرضه على مجلس الدولة وعودته للمجلس مرة أخرى لإقراره بشكل نهائي. أنا بشكرك شكر جزيل النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية. خلينا نروح للدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللي قال النهارده انه النهارده اجتماع الحكومه ناقش بعض التعديلات على قانون الآثار وتم الموافقه على تغليظ عقوبه الاتجار والحفر خلسه والتصدير للآثار،
وقال انه ممكن تصل الى السجن المؤبد مع غرامه ماليه مشدده، وهيتم ارسال هذه التعديلات لمجلس النواب. اكد وزير الاثار انه من ضمن التعديلات اللي وافق عليها مجلس الوزراء تغليظ عقوبه البائعين واللي بيضايقوا السائحين كمان في المناطق الاثريه، لتصل الى غرامه من 3000 جنيه ل 10000 جنيه الحمد لله، وانه هذه الماده مستحدثه ولم تكن موجوده قبل التعديل. اضاف في مؤتمر صحفي ايضا بمقر مجلس الوزراء بأنه هتكون في شركة قابضة لإدارة الأماكن الأثرية بجانب الموافقة من قبل مجلس الوزراء على إنشاء هيئتين، واحدة للمتحف الكبير والتانية لمتحف الحضارة. ده كان خلال اجتماع مجلس الوزراء النهاردة. طيب معانا مين عبر الهاتف؟ معانا السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بك معالي السفير. أهلا وسهلا. أسأل حضرتك أولا على التعديلات المقترحة واللي تم مناقشتها النهاردة فيما يخص ملف الآثار. زي ما حضرتك اشرتي، هو في تعديلات كثيره النهارده على موضوع حمايه الاثار. في مبدئيا تغليظ العقوبات بشكل واضح على كل يعني ما كل الاعمال اللي هي غير قانونيه، سواء فيما يتعلق بالتنقيب او التهريب او الاتجار بالاثار يعني او الاعتداء على المتاحف وتلك الاثار بشكل عام. العقوبات يعني تشددت من السجن المشدد الى المؤبد ومن السجن الى السجن المؤبد، ومضاعفة الغرامات. كمان في استحداث لمادة جديدة تنص على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتضامن. نعم. مشروع القانون أيضا أعطى صفة تغطية قضائية لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعنيين. مشروع القانون أيضا أضاف نص أن في عقوبة للسجن لكل من قام سجن مؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتاليف عصابه او ادارتها او تدخل في ادارتها وتنظيمها لهدف تهريب الاثار و طب علي سفير، ناقش النهارده ايه تاني اجتماع الحكومه؟ احنا سامعين في عدد كبير من التصريحات يعني حديث عن الاسعار، عن الاستعداد لشهر رمضان، حضرتك ممكن تقول لنا المزيد؟ الحقيقه النهارده كان في موضوع مهم جدا في اجتماع مجلس الوزراء، ان السيد وزير التعليم عرض رؤيته لتطوير التعليم، رؤيته بشكل عام لتطوير التعليم في الفترة القادمة. كان هناك استعراض لطبعا المشاكل التي تواجه النظام التعليمي في مصر، والاحتياج إلى أن يكون هناك طفرة تطوير تاما ونوعا، ويكون في أساليب حديثة أن يكون التعليم أكثر تركيزا على ما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة، أن يكون في اهتمام بتطوير التعليم الفني باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية، أن يكون في برامج لتدريب المعلمين تنمية مهاراتهم. الحقيقة هو في تم الانتهاء من مرحلة أولى فيما يطلق عليه مشروع المعلمون أولا، وده جاري استكماله بحيث أنه يعني يضم عدد كبير من المعلمين للفتره القادمه تدريجيا. ايضا كان في اشاره الى دور بنك المعرفه المصري، وده مشروع مهم لانه يعتبر اكبر مكتبه رقميه في العالم بتحوي محتوى معرفي كبير. معالي سفير، هيتم ربطه ازاي بقى؟ لان احنا سمعنا تصريح وزير التعليم انه هيتم ربطه بمرحله الثانوي. اظن هيكون متاح للطلبه والمعلمين وحتى الدارسين الاكاديميين الدخول الى هذا البنك للحصول على معلومات، سواء بشكل معلومات مكتوبه، سواء بشكل برامج تعليميه مخصصه يتم تطويرها لهذا الهدف، فيديوهات، يعني وسائل مختلفه متنوعه بحيث انها تقدم للطالب المعلومه في اشكال مختلفه، وبحيث ان يكون لدى الطالب ايضا القدره على البحث وتنمية مهاراته في هذا السياق. طيب ده كده ملف التعليم، ماذا عن ملف الاستعداد لشهر رمضان؟ الاستعداد لشهر رمضان الحقيقة هو ملف يعني مستمر وملف قائم دائما في استعدادات، انه يكون في استيراد لمنتجات والسلع الغذائية الأساسية بشكل دائم، ويكون في ضمان توفيرها في السوق خلال شهر رمضان. والحقيقه عايز اقول انه مش بس في شهر رمضان، في طوال السنه الحكومه حريصه على انها
تقوم بتوفير المواد الغذائية. وطبعا زي ما أشرنا في وقت سابق هناك كميات من اللحوم والدواجن والأسماك التي سيتم استيرادها الفترة القادمة إن شاء الله. بشكرك شكر جزيل السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. طيب من هنا بنتكلم برضو على الاستعداد لشهر رمضان مع السفير دانا لمحة. خلينا ناخد أيضا أستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين نسأله بقى عن التفاصيل. أهلا بيك أستاذ ممدوح. أهلا بيك أستاذ. أنا قلت لحضرتك بقى إذا وجد الماء بطل التيمم يعني سيادة السفير. أنا قلت لحضرتك يا أستاذ ممدوح ما دام قربنا على رمضان هفضل كل يومين أكلمك أسأل حضرتك عن الاستعدادات وصلنا فين، في حاجات جاية استوردنا حاجة وأمننا حاجة، إيه السلع اللي أمناها، حضرتك تدينا برضو إيه يعني لمحات تفصيلية. إحنا خلينا برضو نتكلم شهر رمضان، خلينا هو شهر عادي جدا زي أشهر السنة، أي نعم بيزيد فيه الاستهلاك ولكن هو شهر عادي جدا. إحنا شغلنا قائم قبل رمضان وفي خلال رمضان وبعد رمضان، يعني مش واقفين دلوقتي وهنشتغل في رمضان وبعد كده هنثبت، لا العملية متصلة. إحنا فلسفتنا فيما يخص السلع بشكل عام لرمضان وغير رمضان قائمة على الإتاحة، على توفير السلع. حضرتك بتتكلمي في ان انت محتاجة تزودي العرض اللي موجود من السلع اقل من الطلب او في يوازن الطلب علشان خاطر نقدر نحافظ على استقرار الاسعار وثباتها ونحاول ان احنا برضو نخفض فيها. ده مش ده لن يتأتى الا بالاتاحة. الاتاحة عندنا بنتكلم في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها في شركات المجمعات وهناك مبادرات مع القطاع الخاص. فيما يخص المنافذ القطاع الخاص في مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة معارض تحت مسمى أهل رمضان في جميع المحافظات. احنا بنتكلم دلوقتي على حوالي 110 معرض هيقوموا وهيبدأوا ويفتحوا بابهم للجمهور من يوم 18 مايو الحالي حتى بداية الشهر الكريم. وهناك معرض رئيسي اسمه معرض سوبر ماركت هيقام في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وده معرض ضخم جدا وهيبدأ هيفتح بابه. طب ده كده كله في العاصمة وحوالين العاصمة، ماذا عن بقى بقية المحافظات؟ ما انا بقول لحضرتك في جميع المحافظات في 110 معرض. حلو 110 معرض هيغطي 110 محافظات مصر كلها. هيغطي محافظات مصر كلها 110 معرض تحت مسمى اهل رمضان هيغطوا مع محافظات مصر بالكامل. غير اللي هيحصل في القاهرة اللي هو معرض سوبر ماركت. معرض سوبر ماركت وحضرتك واؤكد لحضرتك جات لنا تعهدات من العارضين والمنتجين والسلاسل والشركات المنتجة للصناعات الغذائية بانهم يبيعوا السلع في هذه المعارض باسعار الجملة. يعني حضرتك بتتكلمي في إتاحة بأسعار تنافسية علشان خاطر الفترة الحالية فترة محتاجة تكاتف من الجميع من التجار والمنتجين علشان خاطر نعدي. طيب أسألك وصلنا فين بس يا أستاذ ممدوح في موضوع بقالين التموين؟ بقالين التموين كان لسه بيتواصل معايا الأستاذ نادي اللي هو المتحدث الرسمي باسم البقالين وكنا بنتكلم فيما يخص قصة اللي هم قالوها. هم زعلانين من بعض الأمور اللي معتقدين إن هي تجاوزت في حقهم، ولكن احنا بنتكلم في إن في أمر الوزير اتكلم فيه في مناقشة عليه أو في بحث عليه، ولكن أؤكد لحضرتك إن السادة يعني صالحتهم يا أستاذ ممدوح. السادة البقالين منتظمين في صرف السلع من شركات هي الجملة. مفيش حاجة احنا ما بنتعاملش في حاجة. هما كانوا زعلانين فانتوا وضحتوا المشكلة فين وان في سوء تفاهم بس ابدا والدنيا ماشية وهم بيصرفوا وهم من يعني من الصالح لهم وللجميع ان محدش بيقدر يفتح منشأة تجارية حضرتك ويقفلها. طبعا الناس كلها عندها التزامات وعندها اعباء فمحتاجة ان هي تدور حركة رأس المال لديها من اجل ان هي تتعايش في المجتمع. محدش يقدر يوقف ولا حد يقدر يمتنع عن ان هو يشتغل في السوق. أنا بشكرك شكر جزيل أستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين. تابعنا امبارح الحوار واللي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع التلفزيون السعودي. كان عنده عدد من التصريحات، قال خلال هذا الحوار بأنه إيران تريد السيطرة على العالم الإسلامي وأنه هناك هدف رئيسي للنظام الإيراني في الوصول إلى قبلة المسلمين ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران. أكد أيضا بأنه بلاده بتقف بحزم في وجه نزعة إيران التوسعية وأنه الرياض تعرف أنها هدف للنظام الإيراني. ثورة الخميني تأتي استراتيجية التوسع حتى يغضب العالم ومن ثم يخرجوا قائد السن اللي وقتها كان رفسنجاني حتى يكسب
ثقة العالم ومن ضمنه إحنا كسب ثقتنا، وبعد الوصول إلى مرحلة أخرى وبيئة جيدة يتم إيصال قاعد قوي متطرف لكي يستمر في عملية التوسع مثل ما شفنا مع نجاد في وثمان سنوات العراق وسوريا وغيرها من المواقع، ثم يأتي قائد آخر لكي يحافظ على المكتسبات حتى يرضى العالم، ومن ثم يأتي قائد متطرف لكي يستمر في نشر التوسع دورات. هذا لن يحدث، هذا انتهى. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، لدغنا مرة، المرة الثانية لن نلدغ. ونعرف أنه إحنا هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول لقبلة المسلمين، هدف رئيسي للنظام الإيراني، لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. معنا عبر الهاتف دكتور محمد محسن أبو نور الخبير في الشؤون الإيرانية. أسأل حضرتك يا دكتور، شايف إزاي تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن التدخلات الإيرانية؟ يعني أنا أتفق مع ما ذهب إليه سمو الأمير محمد بن سلمان في هذا المنحة. بالتأكيد إيران من ضمن الاستراتيجيات الأساسية لصناع القرار الإيراني الحالية هي نقل ساحة الصراع من داخل إيران إلى خارج إيران إلى أقاليم أخرى حتى يبقى النظام في منأى عن أي صراع داخلي، وبالتالي يستمر النظام أو يطيل النظام من فترة بقائه على رأس السلطة. وبالتالي طبعا المملكة العربية السعودية كدولة يعني راعية أو دولة يعني بها الحرم الأكثر تقديسا لدى المسلمين سنة وشيعة، بالطبع هي ضمن أولويات إيران أو في قائمة البيولوجي فيما يتعلق بالتوسع الاستراتيجي الإيراني تجاه هذه الدول، ومنها طبعا إلى جانب السعودية دول مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان، وهي تقريبا انتهت من هذه الملفات. تقريبا إيران يعني فكرة التوسع الاستراتيجي لإيران انتهى أصلا، يعني بدأت به بالفعل وهو على الأرض موجود. انتهت من الملفات الأخرى، لم يتبقى إلا محورين، المحور السعودي والمحور المصري. وبالتالي إيران ليس لديها في الاستراتيجيات المقبلة إلا السيطرة السياسية بشكل أو بآخر على المملكة العربية السعودية، ثم بناء تحالف ضمني بشكل أو بآخر مع مصر باعتبار أن مصر هي الدولة المشرفة على البحر المتوسط كبديل لسوريا، لكن تبقى المملكة العربية السعودية لها خصوصية لأنها بها الحرمين الشريفين اللذين يجمعان السنة والشيعة تحت إطار واحد. وبالتالي إيران تريد أن تجمع ما بين السلطة السياسية والنفوذ السياسي في الأقاليم الأخرى مثل اليمن وسوريا وكلام هذا القبيل، والسلطة الدينية باستيلائها على الحرمين الشريفين، ولذلك هذه النقطة اللي حضرتك بتتحدث عنها يعني ذكرها ولي العهد السعودي، فكرة يعني لن ننتظر حتى تدخل إيران يعني على الأراضي السعودية، يعني وضح لنا هذه النقطة بشكل أكبر. هو الأمير محمد بن سلمان شاب يقرأ البوليسي بيبرز يعني أوراق السياسات، ويأخذ بتوصيات الباحثين السياسيين في هذه المجالات المعقدة جدا جدا. وبالتالي كلام الأمير محمد بن سلمان ينسجم مع كلام العلم وكلام السياسة في هذا التخصص. أنا أقول لسيادتك إن الدولة الإيرانية الآن تريد أن تجمع ما بين السلطتين السياسية أو التوسع السياسي والتوسع الديني. التوسع الديني لن يأتي إلا عن طريق السيطرة على الأماكن المقدسة، وبسبب فشل إيران في السنوات الماضية في السيطرة على النظام السياسي السعودي أو على هذين الحرمين الشريفين تزيد بشكل أو بآخر من نفوذ الحرم الرضوي في محافظة خراسان أو في مدينة مشهد، وهو القبلة التي يحج إليها المسلمين الشيعة الاثنى عشرين. لكن هؤلاء المسلمين الشيعة ما يزالوا يحجون كل عام إلى البيت الحرام في مكة. طيب كيف تقبل إيران أن يكون هناك قبلة دينية يذهب إليها الشيعة حول العالم ويحجون إليها وهي ليست لديها صلاحيات أو نفوذ عليها؟ فده يخلي المعركة تكون أكثر احتداماً. فإيران تلجأ في هذه الناحية إلى محاولة السيطرة السياسية بشكل أو بآخر على الدولة المسيطرة على هذين الحرمين الشريفين. أنا بشكرك شكر جزيل دكتور محمد محسن أبو نور الخبير في الشؤون الإيرانية، وده كان يعني تحليلنا لتصريحات ولي العهد السعودي.
خلينا نروح للملف الليبي. القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر أصدر بيان مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أكد اتفاق الطرفين في قمة أبوظبي على تمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامهم في محاربة الإرهاب. أكد أيضا البيان المشترك أن اللقاء تم بناء على دعوة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وأنه تناول الوضع الراهن في الساحة الليبية وفي مقدمتها الظروف المعيشية الصعبة اللي بيواجهها المواطن الليبي على كافة الأصعدة، والتباحث أيضا لإيجاد السبل الكفيلة للخروج من الأزمة الراهنة بما يضمن تحقيق انفراج في المسارات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. اتفق أيضا الجانبان على عدم التفريط في تضحيات الجيش الليبي وحفظ السيادة الوطنية وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها في محاربة الإرهاب. أيضا الحوار الليبي تطرق إلى ضرورة العمل على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي والحرص على ضرورة تهدئة الأوضاع في الجنوب وحل مشكلة الميليشيات. معنا عبر الهاتف دكتور خالد الترجمان مستشار مجلس النواب الليبي. أهلا بك دكتور خالد. أهلا بك تصحيحين، أولا أنا رئيس مجموعة العمل الوطني. نعم. ومستشار لمجلس النواب. أهلا بك يا دكتور خالد، تحياتي لحضرتك. ولا أحمل إجازة الدكتوراه. اهلا بك يا استاذ خالد. على كل حال بعتذر لحضرتك على هذا الخطا، ان شاء الله تبقى دكتور يا دكتور خالد. استاذ خالد اسالك يعني هذا البيان اللي تم اصداره سواء كان من القائد العام للقوات المسلحه الليبيه او بالتعاون مع يعني رئيس المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق الوطني، هل هذا البيان يطمئن بانه بالفعل الفرقاء الليبيين توصلوا الى حل ونقطة اتفاق تخليهم يعني يخرجوا بقى من ملف عدم الوفاق الى الحديث عن مستقبل ليبيا؟ بدون شك سيدتي ان اجتماع ابو ظبي. نعم. والذي لم ياتي اعتباطا، انما سبقه اجتماعات نعدها مهمة. وما حدث في هذا الاجتماع، ما حدث في مبادرة القاهرة واجتماعات القاهرة كانت تمهد لهذا الاجتماع الذي تم في ظروف غاية في الصعوبة بالنسبة لليبيا. الأحوال الاقتصادية السيئة التي وصلت إلى حد المحاصرة بالجوع للمناطق الشرقية، كذلك ما يحدث في الجنوب وتهول الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإسلاموية برعاية الإخوان المسلمين في طرابلس وتخفين طرابلس إلى مناطق نفوذ متشظية صغيرة تحكم بالسلاح. كل هذه الأمور كانت على طاولة البحث أمس، وصدور هذا البيان هو تأكيد على الثوابت التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية. إذن أستاذ خالد كيف سنرى هذا البيان على الأرض، أرض الواقع؟ كيف سيطبق هذا البيان؟ متى سنعلم بأن هذا البيان بالفعل حقيقي ونجح نجح هذا اللقاء؟ علينا أن ننظر إلى الصورة ونحن خارجها إلى حد ما. القوات المسلحة العربية الليبية، القيادة العامة في شخص المشير خليفة بالقاسم حفتر قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، كونها أنها تحكم على الأرض في أكثر من 60% من ليبيا. هذه ناحية. الناحية الثانية أن مشروعها الأساسي هو محاربة الإرهاب والإعداد لبناء دولة عصرية، دولة حديثة، دولة مدنية. السيد السراج كشخص لا يملك سلطة على الأرض واقعيا. نعم. لا يملك حتى المقر الذي يقيم فيه في أبي ستة في طرابلس. هذه واقع وتاريخ وجغرافيا. إذا من الذي يتكلم باسمه فايز السراج؟ من الذي يدعمه؟ المجتمع الدولي جميعه واقف وراء فايز السراج. الدول الغربية تقف وراء السراج، أمريكا تقف وراء السراج. إذا هناك توافق دولي، ولكن الأرض تحتاج أيضا للتكاتف ما بين المجلس الرئاسي الليبي أو يعني المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عفوا والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. لا على الأرض لا يحتاج.
يحتاج المجتمع الدولي إلا للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لأنها هي التي فرضت على الأرض نفسها وهي التي تحارب الإرهاب وتطرد الإرهاب وتقاتل الإرهاب. سيد فايز السراج هو الواجهة السياسية التي ارتضتها هذه الدول. وبالتالي أنا أرى الأمر من هذا المنظور، من منظور أن على الأرض من، ولهذا كان إصرار وتوابت سيد المشير أن لا تفريط في القوات المسلحة، لا تفريط في إنجازاتها، ولا تفريط في محاربة الإرهاب. هذه الثوابت الأساسية التي يريدها المشير وتريدها القوات المسلحة العربية الليبية. وبالتالي هذا الغطاء الذي يملكه السراج كغطاء دولي على الوقاية على الأرض أن تتعامل مع هذا الغطاء التي لا زالت تصر دول العالم على أن السراج هو من يمثل الشرعية. نعم بشكرك. هذا تفضلي سيدتي. أشكرك شكر جزيل أستاذ خالد الترجمان مستشار مجلس النواب الليبي، اديتنا يعني تحليل للوضع. أيضا سننتظر يعني هذا البيان كيف سيطبق على أرض الواقع، وإحنا عارفين بأن الرئيس السيسي الآن يتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أيضا اجتمع الفرقاء الليبيون، وعلى هذا الأساس هنشوف ممكن يكون في أي مقابلة ما بينهم ولا لا، أكيد هنعرف خلال 24 ساعة القادمة. بكده مشاهدينا انتهينا من أخبارنا النهاردة، الأسبوع القادم يتجدد اللقاء. تحياتي، كنت معكم سمر نجيده.